وللحديث عن أزمة قضاء سنجار وعدم تطبيق الاتفاق بين بغداد وأربيل واستمرار بقاء ميليشيات حزب العمال الكردستاني هناك، ينضم إلينا السيد يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة الرافدين. أهلا بكم. بداية، ما الذي يؤخر انسحاب ميليشيات حزب العمال الكردستاني من قضاء سنجار على الرغم من وجود اتفاق بين بغداد وأربيل ينص على ذلك؟ لم تستطع بغداد تنفيذ الاتفاق مع إقليم كردستان وإخراج هذه الميليشيات من مدينة سنجار، لذلك ضعف الحكومة وسيطرة الميليشيات عليها هي التي تؤخر هذا العمل، مما يقف بالضد في انتهاك الأمن في هذه المنطقة، ويعتبر وجود هذه الميليشيات أو الحزب العمال الكردستاني الذي أيضا يقف بالضد من الدولة التركية عائق كبير في وجوده في هذه المنطقة. الحكومة العراقية ضعيفة وغير قادرة على اتخاذ القرار من أجل تطهير سنجار من الميليشيات والإيفاء بتعهداتها سواء تجاه إقليم كردستان أو تجاه الدولة التركية أو دول الجوار. نعم. ما الأخطار من استمرار وجود وسيطرة ميليشيات حزب العمال على قضاء سنجار لا سيما على المدنيين؟ حتما أخي الكريم، عندما تسيطر هذه الميليشيات على مدينة سنجار وتمنع عودة كثير من المدنيين إلى مدينتهم وتعسكر هذه المدينة وتقف بالضد من إقامة أمن شامل فيها أو تحقيق الاستقرار فيها، كل ذلك يؤدي بالنتيجة إلى حالة من الفوضى، وتتحمل الحكومة المركزية المسؤولية كاملة تجاه هذا الاتفاق الذي وقعته دون أن تكون قادرة على تنفيذ فقراته. نعم. طيب، من ناحية أخرى، إلى أي مدى استفادت ميليشيات الحشد من وجود حزب العمال الكردستاني في القضاء؟ حزب العمال الكردستاني كما يقال إنه جزء كبير منه يستلم مرتباته من الحكومة العراقية أو من الميليشيات العراقية، وهو على تواصل تام معهم، وأيضا لتحقيق أجندة معينة بالاتفاق معهم، لذلك فإن قوات الحشد تسعى أيضا للسيطرة على هذه المناطق بما يشكل تهديد على أمن كردستان وعلى الأمن الإقليمي والدولي لعدم وجود السيطرة الكاملة للقوات النظامية أو القوات الأمنية والجيش العراقي في هذه المناطق. وربما هذا التحالف بين ميليشيات الحشد وحزب العمال الكردستاني هو الذي يمنع الحكومة من فرض سيادتها الوطنية وعدم السماح ببقاء هذا الحزب وهو يهدد أمن البلاد بطبيعة الحال. هو حتما أخي الكريم، السيطرة الميليشياوية على مقدرات الدولة العراقية باعتبار الآن الميليشيات هي أقوى من القوات الأمنية النظامية، وهذا هو الذي يمنع الحكومة العراقية أو أنها غير قادرة أساسا على تنفيذ بنود هذا الاتفاق. وحتى النازحين الذين من المفترض أن يعودوا إلى ديارهم وإلى بيوتهم ممنوعون من العودة إلى القضاء، يعني من المستفيد من عدم عودتهم؟ كثير من الوجهاء وأبناء هذه المناطق ناشدوا الحكومة المركزية في العودة، لكن هذه الميليشيات وحزب العمال الكردستاني يمنع الكثير منهم من العودة إلى مدينة سنجار. نعم، هناك تباين واضح في التصريحات كما تلاحظون بين قيادة العمليات وبين قائم مقام سنجار، إلى أي مدى يمكن أن يكشف هذا التناقض في التصريحات وجود تواطؤ حكومي مع الميليشيات؟ التواطؤ الحكومي أخي موجود، لأن الدولة شكلت على أساس ميليشياوي بكافة أجهزتها بعد 2003،
والحكومة المركزية وإن أعطت تعهدات لإقليم كردستان ولتركيا إلا أنها غير قادرة، لأن المشهد الميليشياوي هو الطاغي عليها، وهي غير قادرة على تنفيذ أو الالتزام بأي اتفاق معهم، لأن القرار هو القرار للميليشيات وليس للحكومة المركزية التي تريد أن تأمن جانبهم وتسير أيضا، بل وهي من تدعمهم من ناحية المال والسلاح. لذلك هذه الاتفاقات هي لذر الرماد بالعيون، وهي غير قادرة على تنفيذ أي اتفاق دولي ولا محلي، لا من أجل سنجار ولا من أجل تأمين الحدود العراقية. أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل، شكرا جزيلا لك.